بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن إضافة طرق جديدة لشحن حسابك على موقع فوزكس. طبعا موقع فوزكس قد شرحناه وتكلمنا عنه في عدة فيديوهات كثيرة وأثبتنا له السحب. سوف أضع لكم روابط هذه الشروحات كلها أسفل الفيديو. موقع فوزكس ما زال موقعا صادقا وثقة وآمن وأمين ويدفع للجميع إلى حدود الساعة. طبعا كما ترون أضاف البنك الإلكتروني أو البنوك الإلكترونية البير وبرفكتموني وفي داكش. طبعا هنا الخبر كما ترونه ها هو، سوف ننسخه لنترجمه الآن، أو يمكن قراءته من هنا الأخبار كما ترونه ها هو الخبر بتاريخ 24/3/2018. طيب أنا سوف أتي الآن إلى ماذا الشراء حتى يعني نرى الآن بعد قليل. كما ترون هنا ها هو النص: شركاء مشتركون فوزكس لديه أخبار جديدة بالنسبة لك. أيها الشركاء الأعزاء، لدى فوزكس أخبار جديدة لك. أجرينا تحليلا مفصلا لجميع طلبات الاستئناف وقررت إضافة أنظمة الدفع بالدولار الأكثر شيوعا باير وبروفكت موني وأفي داتش. في المستقبل القريب من المخطط إضافة عدد من أنظمة الدفع الأخرى. من هذه اللحظة لدى كل مستثمر الفرصة لجعل الحساب بالدولار الأمريكي بسيطا قدر الإمكان. في قسم يعني الشراء، انقر على زر طريقة بديلة للتجديد، حدد مبلغ الإيداع المطلوب في BTC، انقر على شراء بجوار نظام الدفع المطلوب، إجراء تحويل الأموال، سيظهر، انتظر الوديعة، سيظهر على الفور على رصيدك. فوزكس هو أفضل التعدين العام الرسمي. طيب نأتي الآن، كما ترى ليس هنا، أنا أتيت للشراء، ليس الشراء، أنا أريد شحن الرصيد. هنا كما ترى هنا شحن الرصيد وليس الشراء. هنا أنا قلت شراء، بل هو شحن الرصيد، شحن الرصيد يعني شحن الرصيد. طيب هنا أقل شيء ممكن أن تقوم بإيداعه هو 100,000 ساتوشي من عملة البيتكوين إلى هذا العنوان، طبعا تنسخه تودع، أو طرق بديلة للتجديد. يعني الآن أنت بتشحن حسابك، تشحن حسابك، أقل شيء طبعا المبلغ المطلوب من الوداع في بيتكوين 100,000. هنا برفكت موني كما ترى 7.95، تضغط على تجديد، أو إيفيدياتش 8.03، تضغط على تجديد، أو باير 8.10، تضغط على تجديد. لو ضغطنا على الباير هنا تجديد فسوف ينتقل بنا كما ترون هنا، انتقل بي لأنه إيش 8.10، يعطيك طبعا 100,000. طبعا أنت تتابع بقية الخطوات، أنا لن أتابعها. وكذلك كما ترون هنا في أفيداكش، اضغط على تجديد بينتقل بك إلى أفيداكش كما ترونه. هذا تتابع بقية الخطوات، أنا لن أتابعها. أو هنا في برفكت موني كما ترونه، من يريد أن يدفع في برفكت موني فتابع بقية الخطوات. يعني بإمكانك الآن تودع ماذا بالدولار وهم يحولون لك إلى بيتكوين، يحولون لك إلى رصيد تستطيع أن تشتري به طاقة.
طبعا هذه المبالغ هنا يعني هذا 7.95 بيعطيك كم؟ بيعطيك 100,000، وهذا بيعطيك 100,000، وهذا بيعطيك 100,000. لكن لماذا هذه الفروقات في الأسعار؟ هنا 7 وهذا 8. يأخذون رسوم، يعني وسيلة الدفع بايار افيداكس بريفكت موني، يأخذون رسوم. إذا يأخذون رسوم يزيد المبلغ، وهكذا عاد كم يأخذون رسوم من واحد إلى واحد يختلف. أتمنى إيفان يضيفون باقي بيزا ولايت كوين وإثيريوم والداش ماستر كارد والفيزا وباي بال. طيب كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، واعمل لايك للفيديو وافع تعليق على هذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.